سيادة الوزير، تحب حضرتك تقول إيه لأبنائك الطلبة والطالبات في بداية امتحانات الثانوية العامة؟ أولاً أنا أحب أطمن أبنائي الطلبة والطالبات. ثانياً الامتحان في مستوى الطالب الضعيف. ثالثاً إن شاء الله نسبة النجاح هذا العام سوف تتعدى 80%، وإحنا عاملين حسابنا في جميع اللجان وأمام جميع المدارس ووقوف عربيات إسعاف للمساعدة في بعض حالات الإهمال وبعض حالات الانهيار العصبي. يلا يا نجيبة عشان الفضاء. إن قوام الوحدة العنصرية ووحدة الموضوع ووحدة الشعور وتسلسل الفكر والصور بحيث تؤدي كل فكرة أو صورة وصفات الحيوية في بناء التجربة. تمام، وبعدين؟ يلا يا حبيبتي بقى للمتحف ستبقى نص ساعة. وتساعد؟ أيوه، على إيه؟ على إيه؟ يا أختي وطل عليك كده متولي زلقة البيت. وعد تسميع دلوقتي. وتساعد على النمو الإبداعي الفني. ربنا يسهل لك يا بنتي، سهلي واكتماله فيها. الله اكبر الله اكبر، ربنا يحفظك يا بنتي. شوفي ايدهم يا حبيبتي. رقم الايداع 2008 5233 صفحه، عدد الملازم 39 ملزمه، الورق 70 جرام. تمام، ربنا يحميكي، ربنا يخليك لمصر ويخلي مصر ليكي يا نجيبة. بنت بتقولي ايه؟ هتشحت على البنت ولا ايه؟ اسكتي يا فوية، البنت سمعت لي كتاب اللغة العربية كله، ما نسيتش حرف واحد. بنت عبقرية يا ناس، فلتة من فلتات الزمن. يا اخويا، هي الفلتة دي ما نامتش من ليلة امبارح. انام بس ازاي يا ماما؟ انت مش سامعة شين وهي بتقول والامتحان ما ينامش غير البليد. شيرين ايه ده؟ محمد قنديل. يا قنديلك يا فوية. شادية انت راخر. شادية؟ معلش، اصل انا مش مركزه غير في المنهج. انا اسفه يا خالتك. ده نمك يا دنايا بتولي. انا خايفه على البيت يا اخويا. البنت مش فاكراني يا بتولي. انا مش عايزها تفتكر غير ده ولا تحفظ غير ده. بالك يا فوقيه، امبارح وانا بقدم لها كوبايه الشاي قالت لي متشكرين قوي يا محمود. قلت يا واد متولي ما تلخبطهاش ومشيها محمود، بس المهم النتيجه. اصلها كان بتحفظ محمود سامي البارودي. مش محمود سامي ده اللي كان جارنا في المانيال؟ مانيال يا جهله، محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي شاعر مصري من اصل شركسي. الله اكبر. يلا يا فلته مانيال يا جهله.
يا بنتي نجيبه بتعملي ايه عندك؟ بقولك يا ماما، هي الخصخصة تعني إعادة توزيع الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص ولا بين القطاع الخاص والدولة؟ وانتي يا اختي كل يوم هتقعدي فرشلي فرشة الكتب دي؟ يا ماما أنا براجع. تراجع إيه يا اختي؟ ده الامتحانات خلصت والنتيجة قربت تطلع. وترد على التليفون يا ضوئية. يا بنت عاشو بنتك الله يلعن الثانوية العامة هتبقى داخلة. الله يلعنك أنتِ، إنما بنت ربنا يحفظها جت في البلد تجوز. ألو أيوه أنا متولي الخولي. ايه؟ مين معايا؟ مين؟ كلام وزير التربية والتعليم شخصيا؟ ايوه سعادتك، نجيبة بنتي؟ مالها نجيبة بنتي؟ ايه؟ طلعت الأولى أصل هي العمة؟ لا فرحة يا باشا، قول لسعادتك هي جابت كام؟ ايه يا ماما؟ معالي وزير التربية معرفوش عايز ايه؟ نجحت يا بنتي. جبت كام؟ 101% بس؟ معالي الوزير بنتي الله يبارك فيك يا حبيبي، متشكرين قوي. حكم بنت طلعت الاولى في جميع المراحل التعليميه، يعني كده بقت هاتريك وزاره التربيه. حاسس كده بقى ايدك على 100 جنيه حساب السائع. ده انت اللي سائع. 100 جنيه يا هلا الله، ده انا فاكرك بتحييني. ليه هو انا اعرفك؟ طب لما تعرفنيش ايه اللي جابك عندي يا جزمه؟ يا اوعى ما تزرجنش، توكل على الله. ألف مبروك يا سعر ست النظرة. بسرعة أنا هموت يا أختي بعد الشر عليكي. هموت من الفرحة يا أختي. اسم الله أمنا عروستنا فيها عشان أبارك لها. بنتي فين يا نسوان؟ شوفي يا نجيبة يا حبيبتي، أنت بكرة الصبح إن شاء الله هتطلعي في صباح الخير يا مصر، ومعالي وزير التربية والتعليم شخصياً هيتصل بيكي على الهواء مباشرة. ما هو لسه قافل معايا من شوية. هي صورة ايه؟ صباح الخير يا مصر. ده البرنامج اللي بيطلع في التلفزيون كل يوم الصبح. برنامج ايه؟ لا مؤاخذة ست النظرة، اصل بنتي نجيبة ما بتشوفش التلفزيون خالص عشان بتركز في مذاكرتها. بسم الله ما شاء الله. هو برنامج يعني هيسألوك اسئلة وانت ترد عليها. شفوي ولا تحريري؟ لا شفوي ولا تحريري، ده مجرد اسئله كده عامه، وان شاء الله ان شاء الله ربنا هيقدرك وتجاوبي عليه. اسئله في المنهج؟ يا حبيبتي مش في المنهج ولا حاجه، دي معلومات عامه كده. بس الحاجات دي انا ما خدتهاش، وما ينفعش امتحن في حاجه انا ما ذاكرتهاش يا ابله. مش امتحان يا نجيبه، دي قاعده زي اللي احنا قاعدينها كده، بس ما فيهاش الناس دي، وهيسالوك كلام زي اللي احنا بنقوله دلوقتي واجاوب عليه ازاي يا ابله. اسمعي يا نجيبه بنتي، فاكره كراسات الوزاره بتاعت زمان بتاعتي؟ فاكره النصايح والارشادات اللي مكتوبه في ظهرها؟ هي دي. ايه ده انا حافظاها سما يا بابا. خلاص يبقى هو ده بالظبط اللي هتقوليه في البرنامج. ايه مالكم مكتوبين كده ليه؟ انت مالك يا عم؟ في حاجه؟ الله ما تقوم يا فويه، قومي شغلي حاجه نسمعها وهيصه وزقطها. مشاهدينا الكرام، معادنا دلوقتي مع فقرة مهمة جدا. الحقيقة أنا سعيدة أني موجودة مع ضيفتنا وضيفتكم النهاردة، نجيبة متولي الخولي الأولى على الثانوية العامة. نجيبة حصلت على 101%.
برحب بحضراتكم، واسمحوا لي اصبح على الاستاذ متولي الخولي والد نجيبه. اهلا بيك. ونجيبه طبعا منورانا في استوديو صباح الخير. ابتدي كلامي. انا اشكرك على المقدمه الجميله دي. طبعا والاستاذه صباح نظره مدرسه بين السرايات الثانويه، اهلا بحضرتك. اهلا بيك نجيبه. الحقيقه في بدايه كلامي، يعني انت ما طلعتيش الاولى على المدرسه ولا على المنطقه ولا حتى على المحافظه، انت الاولى على الجمهوريه. ويمكن معلوماتنا بتقول انك انت كنت الاولى في المرحله الابتدائيه والاولى كمان في المرحله الاعداديه، وقررتي ده في الثانويه العامه. عايز اعرف منك قدرتي تعملي ده ازاي؟ العلم هو الوسيله الوحيده التي يرتفع بها الانسان الى مراتب كرامه وشرف. مظبوط. وايه كمان يا نجيبه؟ التدخين يدمر الصحه وبدد المال. اغسل يديك قبل الاكل وبعده، تعمل على نفسك من الامراض المعديه. شفتوا؟ حطت ايدها على نقطتين هامتين جدا وفي غايه الخطوره، التدخين وغسيل اليدين، لان العقل السليم في الجسم السليم. بنتي نجيبه طول عمرها نجيبه، اسم على مسمى. مين ده؟ بسلام. دي بقى يا سيدي نجيبه متولي، الاولى على الثانويه العامه. عمرها ما خدت درس خصوص ولا استعانت بكتب خارجيه. طب وبتلاقي وقت يا نجيبه تتفرجي على التلفزيون؟ ايه احلى حاجه بتحبيها في التلفزيون؟ قنوات النيل التعليميه ما اتفرجش غير عليها. طب مين نجمك المفضل؟ الاستاذ عبد السلام حسين بسيوني، مدرس الجيولوجيا اللي بيطلع يوم الاحد والثلاث الساعه 5:10 على المتخصصه. يعني نفهم من كلامك يا نجيبه انك مالكيش اي نشاطات، ما عندكيش اي هوايات خاصه بيكي؟ نعم. مبروك يا نجيبه مره تانية، وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله في حياتك وتحققي كل احلامك. بس في حاجه بس ناقصه لسه عايزه اقول. طب اتفضلي يا نجيبه، بس يا ريت بسرعه لان وقت فقرتنا انتهى وده ميعاد النشر. من دعائم الديمقراطيه ان تعبر عن ارائك بحريه تامه ولا تتدخل فيما لا يعنيك. متشكرين يا نجيبه. عايزه تقولي حاجه تاني؟ لا كده خلاص، الارشادات كلها خلصت. طب بس قبل ما نختم بقى، عايزين نعرف انت ناويه تدخلي كليه ايه؟ الاثار. اثار؟ وش معنى كليه الاثار يا نجيبه؟ ايوه يا سوزي، المحروس ابنك اتنيل وسقط تاني، هعمل ايه؟ انا غولي بغولبي معاه خلاص. طب اعمل ايه بقى؟ مدرسين وجبت له الامتحانات، حتى سربناها له اللي انا دافع فيها دم قلبي. يتنايل يسقط تاني ليه؟ هو جنبك؟ هاتيه اكلمه. ايوه وائل يا حبيبي. يا حبيبي ما تزعلش، خلاص تعوضها السنه الجايه ان شاء الله، بس تركز كويس قوي عشان تجيب نتيجه كويسه. بقول لك ايه؟ خد عربيتك بقى كده واصحابك وروحوا على الساحل الشمالي وهيصوا واتبسطوا على الاخر، وانا هبقى اجي لك في الويك اند ان شاء الله. يلا يا حبيبي، باي، مع السلامه. كان الله في عونك يا حلمي بيه. نهايته، خلينا في شغلنا. انت شايف ايه بقى؟ انا شايف ان احنا ما قدمناش غير ان احنا نخفض 15% من عماله المصنع، والا هنكشف مش هنقدر نسدد لهم رواتبهم. طب ما تمشي انت عاوز تمشيه، وانا قلت لك لا. بس سيادتك لازم تمضي القرار. وماله؟ سعادة الباشا من فرحتي والله، اصل عقبال عندك بنتي نجحت في الثانويه العامه، دي جابت 101% وطلعت الاولى. الاولى بس الأولى. بس اهو اقرا لهم قرار مجلس الاداره. قرار السيد رئيس مجلس الاداره رقم 27 لعام 2009، قررنا الاستغناء عن الاتي اسمائهم نظرا لعدم حاجه العمل اليهم، وهم مصطفى زيدان، محمد بركات، محمد ابو رواش، عزت منسي، علاء نبيل، عاطف بدوي، مصطفى طنطاوي، جمال فلاح، حسين المناديل، سيد سلام. متولي الخولي، ايمن ابو علي، سيد الريس، باسم حسن، حسين الرزاز. وقد انجب رمسيس الثاني 111 ولد، اسمائهم كالتالي: خا ام وست، مرنا بتاح. يا بنتي دي بتذاكر في ايه؟ هي الكليه يا اخويا لسه دخلت. دي كتب كليه الاثار بتاعت سنه اولى، كانوا بيتباعوا على الرصيف، قلت تتسلى فيهم لحد ما تخش الجامعه. وقد انجب ابن حطب الثالث 140 ولدا وبنتا. انجب هو ايه؟ و140 عيل؟ هو سيام من حطب ده كان بيصرف على العيال دول كلهم منين بس؟ الاهرامات والمعابد يا بابا كانت مشاريع قوميه للقضاء على البطاله في مصر القديمه. طب وفي مصر الحديثه؟ احنا لا بنعمل اهرامات ولا بنعمل معابد ولا بنعمل حاجه خالص. نعمل ايه دلوقتي يا متولي؟
بنتي اخويا ما عندهاش هدوم تروح بيها الكليه، ولا احنا معانا فلوس ندفع لها المصاريف، ولا نجيب لها اي حاجه. ولبس المدرسه كان لاممها، هنعمل ايه دلوقتي بقى في الكليه؟ اللهم اصرف عنا شر ما قضيت. نعم حضرتك، انا جايه اشتغل سكرتيره على حسب الاعلان نشرته في الجورنال بتاريخ 14/7/2009، وكل المواصفات تنطبق عليا. بالراحه بس، واحده واحده عشان انا مش فاهم حاجه. انت مؤهلاتك ايه؟ دبلوم تجاره؟ لا حضرتك، انا اولى على الثانويه العامه 101%. كل واحد ده جبتيه منين؟ مش عارفه. هلو اهلا وسهلا يا فندم. اي سمعت اللي انتوا عايزين سكرتيره فعلا؟ طبعا تربين سكرتيره، ومبروك علينا فندم. بجد انا سو هابي، انا سو هابي. مستر ايه بقى؟ مستر اسماعيل. ميرسي يا مستر اسماعيل، ربنا يخليك بجد، انا فرحانه قوي. حضرتك الوظيفه اللي انت جايه عشانها انشغلت خلاص. اهلا وسهلا. ليه حضرتك، هي جايبه كام في الميه؟ هي جايبه 1 بس. ميرسي يا مستر خالص، بجد انا مش مصدقه، انا سو هابي بجد. وانا كلنا سو هابي، الشركه كلها سو هابي. انا نجيبه متولي الخولي، الاولى على الثانويه العامه، وعايزه اشتغل. الاولى على الثانويه العامه؟ ويا ترى عندك فكره عن طبيعه عملنا؟ انا حافظه المنيو سمر، دينر بوكس، وجبات عائليه، اصناف جانبيه، حلويات. انا عندي هنا كل المؤهلات. شايفه اللي هناك ده؟ بكالوريوس هندسه. الكاشير ده بكالوريوس تجاره. حتى بتوع الدليفري صنص اداب وبكالوريوس علوم. الثانويه العامه بتاعتك دي ما تاكلش عيش. تشتغل ازاي في المدرسه يا نجيب؟ والكليه اللي هتدخليها؟ لما يكون عندي محاضرات الصبح في الكلية أبقى أجي الفترة المسائية. مش عارفة يا نجيبة هتركزي إزاي؟ والله يا أبلة صباح أنا هركز، أنا خلاص قربت أخلص منهج أولى آثار، أنتِ مش واثقة فيا؟ أنا فعلاً محتاجاكي معايا، عندي نقص بقى في مدرسين الابتدائي. هجيب لك السيستم من الوزير وتشتغلي معانا بالقطعة وتاخدي على كل حصة 4 جنيه. ربنا يخليكي يا أبلة صباح. بس لازم تعرفي حاجة مهمة أوي، ده هيبقى مجرد اختبار. فاهم ولا لا؟ وان شاء الله لو نجحت فيه هنوديك عادي وتبقي معانا على طول. انا هخليهم لك زي البربنت، هخليهم ياكلوا المناهج اكل. لازم تعرفي انك انت هتدرسي الفصل 6 رابع، عيال زفت واطران ما يعرفوش يكتبوا حتى اسمهم، كل مدرسين المدرسه فشلوا معاهم. سيبهم لنا بس. يبقى قدام عينك ليل نهار وانت بتاكلي.
وانت بتنامي وانت قاعده على الكبانيه بتعملي بيبي. بتعملي ايه؟ بيبي. والكلام ده مش ليها لوحدها، ده ليكوا كلكم. ها شفتك النهارده وانت بتدرسي الاولاد في الفصل، ما شاء الله بقوا حاجه تانية خالص. ميرسي يا قبله صباح. بقول لك ايه، روحي بقى يلا عشان تقبضي المرتب. قبل نجيبه متولي. انت الشهر ده درستي 170 حصه، الحصه بأربعة جنيه يبقى 680 جنيه، هنقسم منهم 20 جنيه ضريبة مبيعات يفضل شوية دول. الله يبارك لك ويبارك لنا معاكي يا نجيبة. السلام عليكم. سلام والرحمة. بابا ازيك يا بابا؟ الحمد لله انا كويس يا حبيبتي، انت تمام؟ الحمد لله. بابا انا قبضت مرتبي النهارده. مبروك يا حبيبتي. وانا قصرت في حاجه انا جيبها يا بنتي؟ مستوره والحمد لله. عادي يعني يا بابا، ما انا وانت واحد. خلي فلوسك دي ليكي، وعلى فكره انا سايب مع امي كرشين عشان تنزلي انت وهي النهارده تشتروا هدمتين حلوين كده للجامعه. يلا حبيبتي. ماما الله، تيجي ندخل نجيب كتاب من دول. كتاب ايه يا نجيبه؟ تعالي نشوف الهدوم. الله حلوه. لا يا ماما. حلو ايه يا نجيبه؟ شبه هدوم المدرسه. النبي يا ماما حلو قوي، حلو قوي. النبي يا ماما عايزه ده. حاضر يا حبيبتي. ماما ده ما طيب خلاص تعالي. بالله وعشت وشفتك يا نجيبه يا حبيبتي في الجامعه يا دنايا. بسم الله ما شاء الله، مبروك عليك يا فلته، تعيشي وتدوبيهم في عرق العافيه يا بنتي. بقول لك يا نجيبه، انا عايزك في كلمتين. حاضر يا بابا. نجيبه، شايفه القبه دي؟ من وانت في الحضانة وانا بشاور لك عليها، دي قبة الجامعة. انا ما يهمنيش خالص انك تاخد الليسانس او انك تتعيني معيدة ولا استاذة، دي حاجات مفروغ منها، وانا واثق انك تقدري تعمليها بصباع رجلك الصغير. انما اللي يهمني ويعنيني فعلا انك تبقي رئيسة القبة دي، رئيسة الجامعة كلها. عشان كده انا جيبها، أنا عايزك تركزي في القبة. نجيبة، ركزي في القبة. حاضر يا بابا، هركز في القبة. أنا واثق يا حبيبتي إنك هتركزي في القبة. يلا يا دنايا. نجيبة عملت لك السندوتشات، سجل وجبنا نستو. ايوه كده، الجيبه هتاكل منك حته يا نجوتي. حلوه قوي قوي. باي باي يا ماما. مع السلامه يا دنايا. نجيبه بقول لك ايه، بلا قبه بلا نيله،
انتي رايحه الجامعه، عايزاكي كده تستلقطي لك عريس ابن حلال وابن زواج وغني مقرش يا نجيبه، يشيلنا من الشقه اللي احنا فيها ضنايا، يكون في سنه رابعه عشان اوام اوام، ويكون عنده عربيه كده فيها فتيس غرز. غرز يا ماما؟ ايوه عايزه اتفسح في الصحراء يا نجيبه. انت هتقعدي تفكري لي فيها، خدي السندوتشات اهو. سلامه يا دلو. نجيبة العريس. اه ركزي في القبة يا نجيبة، ركزي في العريس يا نجيبة. القبة يا فلتة، العريس يا سنة أولى ولا عسل لسه ما نعرفش، بس في كام حتة جامدة عدوا من قدامنا. عرفوا بقى ليه أنا ثابت في سنة أولى. يو ذا مان. دايما بتكلم من موقع لحد. إدي جامد. أوبا. إيه بقى؟ غزالة الشردة إيه؟ لعبة السنة دي أوي. كده كلها سنة أولى. إكسكيوز مي. انطلق. ممكن معلش تقولي فين كلية الآثار؟ أنا نبيل السلطة عمدة كلية الآثار ومن أهم المؤسسين. هاي أنا هنا. شغلتي في الكلية بولفو الكابورليه، لأن عربياتي زي ما أنت شايفة كلها كابورليه. أوه كول. ما بتقش العربيات أم السقف دي، صيف شتاء فاتح السقف فاتح. يا جامد. يا بولبول. يا بولبول. يا بولبول. هذا وقد بدأ عصر الأسرار في الدولة المصرية القديمة عام 3200 قبل الميلاد، عندما وحد الملك مينا القطرين الشمالي والجنوبي، مما كان له أبلغ الأثر على المعتقدات المصرية القديمة. فقد رأى المصريون القدماء في مظاهر الطبيعة العديد من الآلهة، وبنوا لها التماثيل العديدة ليتقربوا إليها ويقدموا إليها القرابين. الله، أنت بتكتبي إيه يا بنتي؟ أنا؟ أيوة أنتي. حضرتك بتقوله؟ بس كل اللي أنا بقوله موجود في الكتاب بتاعي. ما أنا حضرتك حافظة كل الكتاب بتاعك صم، تحب أسمعه لك؟ ما شاء الله. أنت اسمك إيه؟ نجيبة متولي خلد. أنت الأولى على الثانوية العامة.
101% يا ابن اللازن يا بيلو، مش قاطع البنت الاوكسل في الدفعه، سيب لنا الاشكال دي. انت سافرت كل ما بيت رحت مارينا شرم سيوة. Hey, let's do it. ممكن نطلع امتى؟ Sure, anytime. بس فوق كده شويه نضرب فيلم ميد نايت وبعدين نسافر. اوكي You're such a naughty boy. نجيبة يلا يا نجيبة الحصة هتبتدي. الجرس فضل عليه ربع ساعة. يلا بلاش لكاعة. انت اصلا ايه ده؟ دي في حاجة جريت بسرعة كده. دي دفعة أولى بس ضايعة السنة دي. دي الأولى على الثانوية العامة يا سيدي. واسمها نجيبة. نجيبة قولوا ورايا. مصر من أعظم البلاد السياحية في العالم. مصر من أعظم البلاد السياحية في العالم. المناطق السياحية هي الأماكن التي تتوافر فيها الخصائص الطبيعية. المناطق السياحية هي الأماكن التي تتوافر فيها الخصائص الطبيعية. والمعالم الحضارية والأثرية. والمعالم الحضارية والأثرية. نعم. يعني إيه معالم حضارية وأثرية؟ انت مالك؟ الكتاب بيقول معالم حضاريه يبقى معالم حضاريه. ها انت حتفتي؟ ده كتاب وزاره يا ابني، كتاب وزاره. الدرس ده يتكتب 20 مره في الكراسه وتيجوا حافظينه صم. سامعين؟ اتفضل يا حبيبتي. كده بقى 6 جنيه ونص. ازيك يا عم متولي؟ اهلا اهلا يا بسيط. بالنجاح والتوفيق ان شاء الله. اشوفكم زي نجيبه بنتي يا رب. ما شاء الله الحال ماشي اهو. الحمد لله. والله لولا وقفتك جنبي يا سيد انا كنت لص. المكنه اللي انت بعتها لي دي جت لي نجده من السماء. اقعد اقعد. ها تشرب حاجه؟ لا يا عم متولي انا جاي عشان القسط. قسط ايه؟ مش لما يجي اول الشهر. ليه الله اكبر اقول حال ماشي والست نجيبه كمان بتساعد. نجيبه بتساعد نفسها يا ابني، يا دوبك بتجيب مصاريف الجامعه. الحياه بقت صعبه قوي يا سيد. عايزه لسه باسامي طلبه السرابه عليه. اشمعنى الولاد بس؟ هاني حسين رابع اثار رئيس اتحاد الطلبه وابوه وكيل وزاره وعنده عربيه فيت 128. ايه روح يقلبها توك توك اكسب له. يوسف عبد العاطي رابع اثار عنده عربيه مرسيدس وابوه تم القبض عليه في قضيه مخدرات. خروبي مش سكتنا غيره. ما كده يا ماما خلصت انا رابعه خلصت. يا بنت دعبشي تاني. نبيل صبدي 25 سنه عنده عربيه بورش. اهي بقى وفي سنه اولى. اوه قاعد في سنه اولى بقاله 25 سنه يا نجيبه. يا ماما بيسقط. ما قلت لك يا بنت مدي ايدك وقتي من رابعه. كلهم مرتبطين في رابعه يا ماما. انا رجعت لسه اسم اسم. وده غني ده يا نجيبه من اغنى اغنياء مصر. ابوه بيشتغل ايه؟ حرامي. بابا حرامي يا ماما. وانت عرفتي ازاي؟ اصل انا دخلت على النت جبت معلومات عن ابوه. تحب اسمعه لك؟ عبد العزيز الصفدي اتهم في قضيه توظيف الاموال وحكم عليه بالسجن لمده 3 سنين وقضاء في سجن المزرعه. بس خلاص خلاص مش قضى المده وخرج لنا بالف سلامه. نبتدي بقى مع بعض صفحه جديده. وده بقى هتتعرفي عليه ازاي؟ ابتسمي له ابتسامة واسعة من بعيد، فهذا من شأنه أن يؤثر فيه تأثيراً لحظياً. فإذا لم يلتفت، فتعمدي أن ترفعي صوتك حتى يسمعك، وكأنك تكلمين شخصاً آخر. جو حلو قوي النهاردة. إذا لم يلتفت، فلا مفر من الصدام. يجب أن تصطدمي به وكأنك غير متعمدة. بس نظارات كعب كوبايه يا حاجه. وقد نظم احد شعراء عصر رمسيس الثاني قصيده رنانه
تحدث فيها عن أخبار هذه المعركة، ونحن مدينون لهذه النصوص القديمة. أنت إيه اللي بتعمليه ده يا نجيب؟ أنت بتحب الواد نبيل ولا إيه؟ لا أنا ما بحبوش، أنا عايز أقرب منه بس مش وفي إحدى الروايات. متقربي منه ليه؟ إشمعنى هو بقى يعني؟ يعني إذا كان هو يعني مش مرتبط أو أنا مش مرتبطة. دي أنت داخلة على كبير بقى، الجواز على طول يا موز. دي مرحلة لسه مش هتكلم فيها دلوقتي خالص، عشان إحنا لسه في سنة أولى. بتفتكري ياخد الموضوع جد؟ ما ياخدوش جد ليه؟ ها؟ ما ياخدوش جد ليه؟ شايفاني بهطل؟ أنا بهطل. يا نجيبة. أنت يا اللي بتلغي هناك. أنا؟ أيوة أنت. أنا كنت بقول إيه دلوقتي؟ سوري يا دكتور كنت سرحانة شوية. اتفضلي اقعدي. أنت ما كنتيش سرحانة يا هانم. انت كنت بترغي مع اللي جنب منك. اه؟ انت النجيبة اللي جنب منها؟ اتفضلي من فضلك قومي. قولي لي انا كنت بقول ايه؟ واستطاع رمسيس الثاني ان ينتصر في موقعة قادش، وكانت اول مرة تستخدم فيها العجلات الحربية. انا صحيح كنت بقول كده. اتفضلي يا عم. يخرب عقلك، حتى وانت بتلوكي مركزة؟ بص يا قدامك يا نجيبة. يا جماعة أرجوكم نهدى شوية، اتفضلوا استريحوا. الانفعال الزايد مش هيجيب أي نتيجة. يا فتحي بيه ولادنا هيجيعوا مننا. دي بنتي ريم من كتر الرعب اللي عايشة فيه بتعمل بيبي على نفسها. بيبي على نفسها؟ لا، إلا الحمام. دي كانت لدغة في حرف واحد، دلوقتي لدغة في كل الحروف. علي ابني بقاله 3 ايام ما بينامش، ده مخه هيضيع، نازل حفل ليل نهار، لا بياكل ولا بيشرب. كل ده عملته نجيبه؟ دي بنت صغيره وما عندهاش اي خبره في التدريس، ازاي تدوها مسؤوليه كبيره زي دي؟ دي منعاهم من الفسحه ومنعاهم من دخول الحمام. الا الحمام، المدرسه دي هتتفصل والنظره كمان هتترفد. انا لا اسمح في ظل سياسه معالي الوزير الجديد ان يدار اي ولي امر او اي طالب. حمام الا الحمام. المناخ في مصر معتدل معظم ايام السنه. المناخ في مصر معتدل معظم ايام السنه. ابلع ابلع. نعم نعم. بس الدنيا حي وما يروح بس يا ابلع. الوزارة قالت ايه؟ ها؟ الوزارة قالت ايه؟ قالت المناخ معتدل يبقى معتدل، مش حنفت. المناخ يا بنت معتدل وطياوه. ايه؟ جبتي الطياوه دي منين؟ ها؟ هتكتبي في الامتحان طياوه؟ هتكتبي في الامتحان طياوه؟ اترضي. اي طياوه ايه؟ اي طياوه ايه؟ استاذة صباح، انت لما جيتي تعيني البنت اللي اسمها نجيبه اللي كانت طالعه الاولى عشان تدرس، كنت مدركه ابعاد الموضوع ده؟ طبعا يا فندم، دي مجتهده جدا وبتقوم بواجبها على خير وجه. اتفضل عندي في المكتب يا فندم، انا لما تشرب قهوتك اكون ندهت لها. لا 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 لا، اولياء الامور عمالين يشتكولي، دي عامله رعب الاولاد. مش ممكن يا فندم، ده حتى الاولاد يعني من كتر حبهم ليها ما بينزلوش الفسحه. عشان حبساهم منعاهم من دخول الحمام. استحالة يا فندم. أنا لازم أشوف الفصل بتاعها وأعرف هي بتعمل إيه مع الأولاد. الفصل بتاعها فين؟ أهو. كياب. جلوس، جلوس يا أولاد. الأولاد عاملين إيه يا نجيبة؟ بتدرس لهم إيه؟ دراسات اجتماعية موارد وشخصيات. كملي الدرس. مصر من أعظم البلاد السياحية في العالم، لماذا؟ كلهم يجمعوا ولا حد لوحده؟ يعني كلهم عارفين. طب جاوبي انت. لان بها المناطق السياحيه وهي الاماكن التي تتوفر فيها خصائص طبيعيه وبشريه ومعالم حضاريه واثريه. ما شاء الله. برافو برافو. انتوا وصلتوا لغايه فين في المنهج؟ حضرتك احنا الاسبوع الجاي نكون خلصنا المنهج كله. وباقي السنه هتعملوا فيها ايه؟ هنراجع اللي احنا حفظناه. كويس كويس. نجيبه، انت ليه بتمنعي الاولاد ان هم يروحوا الحمام؟ انا يا فندم ابدا، في حد يا اولاد عايز يروح الحمام؟ واضح ان هم ما دخلوش الحمام بقالهم سنه، بيخف عليهم شويه. نجيب
سفريه امريكا هتطير مني السنه دي لو سقطت في الترم ده. شرط ابويا ان انجح عشان يخليني اطلع عند خالي في امريكا. عليكوا على نجيبه، هي اللي هتظبطك. وبمناسبه ايه ان شاء الله؟ بمناسبه انها بترسم عليه. تسمع عليا ازاي يعني؟ انا عرفت من لميا صاحبتها انها عايزه تتجوزها. يا نهار اسود، اوصل لنفسك لما نخش عليه. وانا هبص على واحده مجنونه زي دي ازاي؟ اسمع يا بولبي، مش نجيبه دي اسمها بيبدا بحرف النون؟ اه. والبيت حضرتك بتبدا بحرف النون. اوكي. تبقى خلصت يا معلم. مش فاهم. تقعدوا جنب بعض في لجنه واحده وهي تظبط لك الامتحان. وهي هترضى تغششني. دي يغمى عليها من الفرحه لو طلبت منها اي حاجه، بس انت تسبل لها. اسبل لها ازاي يعني؟ احبها؟ لما يبقى جنبك موز زي ده في الامتحان يبقى انت اكيد عديت السنه دي يا معلم. وسفريه امريكا ما راحتش عليك يا ابن المحظوظ. اي اي دنيا، حد شاف نجيبه؟ وانت بتسال عليها ليه؟ ما عادي يعني. في متحف الكليه. اوكي ثانك يو. ايه رايك في المفاجاه دي؟ نبيل، انا شايفك مندمجه مع الكوتش دماغ جامد قوي. مين ده؟ دماغي خفرة. خفرة؟ خفرة؟ انا زي اللي سمعت الاسم ده قبل كده. ايه ده؟ انت ازاي في كليه اثار ما تعرفش مالك خفرة بين الهرم الاوسط؟ ربنا يفتح عليك يا شيخ. بصي بقى، انا فتحت موقف موضوعنا وقلت لنا في واحده عاوزه تتجوزني. قالت لي لسه لازم تنجح في الاول وبعدين نتكلم في الموضوع ده. طب كويس، يعني هي ما عندهاش اي اعتراض، ايه المشكله؟ انجح ازاي بس؟ دي سيبها على ربنا. العلم هو الوسيلة الوحيدة الذي يرتفع بها شأن الإنسان إلى مراتب الكرامة والشرف. نعم؟ من دعائم الديمقراطية أن تعبر عن رأيك بحرية تامة. الكلام ده أنت جايباه منين؟ في ظهر أي كتاب من كتب الوزارة هتلاقي مكتوب إرشادات، دي مفيدة جدا، لازم تحفظها طم. يعني مثلا لو قريت الإرشاد رقم 9، التدخين يدمر الصحة ويبدد المال، أكيد ما كنتش هتدخن. وانا عمري قريت اللي في الكتاب لما هقرا اللي في ظهره ده. هم 10 ارشادات بس، تحب اقولهم لك تاني؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك. خلاص ميرسي ميرسي، خلاص. ارشادات الوزاره يعني جيوا عايزاه يخطبك. اه هو عايزاه يخطبك. اه عشان واحد زي نبيل يخطبك لازم تلفتي نظره يا نجيب. اعمل ايه يعني؟ يعني تعملي لوك جديد، تعملي ميك اب ريلتيم ستايل وموزه. يس. يعني احطوا لي ميك اب عشان يتجوزني؟ ما انا بعد جوازها هشيل الميك اب. خلاص يبقى هو كده اتدبس. اتدبس؟ بس انا ما احبش اضحك على حد. طب خلي بقى ارشادات الوزاره دي تنفعك. اه خلي بقى ارشادات الوزاره دي تنفعك. بس انت قلتي لي اقول له كلام البره المقرر. كان قصدي كلام تاني خالص يا نجيبه. اه كان قصدنا كلام تاني خالص. كلام تاني خالص ازاي يعني؟ كلام منين؟ انا طول عمري ملتزمه بكتاب الوزاره. فاكس ده ينفع في الامتحانات بس، بس في الحياه لازم تستعيني بحاجات تانيه. حاجات تانيه؟ حاجات تانيه زي ايه؟ We'll be right back.
مش أي شاب اتخلق يعمل لي قلق. مش أي شاب اتخلق يعمل لي قلق. العسل حلو بس النحل بيقرص. العسل حلو بس النحل بيقرص. يتهور معانا يتعور. اللي يتهور معانا يتعور. زي ما انتوا شايفين درسنا النهارده على البيراميدز، والبيراميدز حاجة ستايل قوي. السياح بيجي من كل أنحاء العالم عشان يشوفوها ويركبوا الكامل والهورس ويعملوا سفاري. يس 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 يس. على فكرة أنا اتخنقت وعايزة أنتخ شوية. ايه ده؟ مين دي؟ دي مرموزين نجيبة في ثوبها الجديد. نجيبة؟ نجيبة! ما بتشتغليش ليه؟ حضرتك احنا مأنتخين شوية يعني. مأنتخين؟ مين اللي يقدر يقول لي ما هي أسباب اندلاع الثورة الغرابية؟ قوم يا مأنتخ قوم. أصل عرابي كان معبي الشقة من خديوي وتوفيق، ولما اتخنق منه راح واخد قرص وطلع على قصر عبد الدين وقال له بتفكك مني يا عم، ده احنا اتنين ولا تسعة شاط البطة السودا وعليا النعمة محد هيعممني ولا الوزنة بعد اليوم. يا نهارك اسود ومنيل. ايه ده؟ حضرتك قصده لانه زل ولانه استعبد بعد اليوم. أنسة نجيبة التزمي بكتاب الوزارة قراضي يا الوز الخديوي. يس يس. ما تصنك شهر. أوكي أوكي. عندي في البيت. اوكي انا هاجي عندك البيت بكره. يا حفله كده صغيره بمناسبه ارتباطنا. واو يس. ممكن اجي معايا حد بكره؟ اوكي قوي. اوكي سي يو. باي باي. يس كول مي. اوكي اوكي. هاي داد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا يا بنتي. ايه ده طلعها فيك فوقيه؟ مين دي؟ صاحبة نجيبة؟ سلام تشوف يا متولي، دي نجيبة نفسها. نجيبة بنتي؟ اه. لا والله. ربنا. نجيبة! انت يا بنت الكل! يس داد! وانت يا بنت اللي نزلت من العربية اللي وقفت قدام البيت دلوقتي؟ يس! ومين الواد البسكليت ده اللي وصلك؟ انت في الكلية داد! نعم يا اختي، انت مهنية. زميلة في الكلية داد. وازاي تسمح لزميلك ان هو يوصلك في وقت متأخر زي ده؟ بقول لك ايه يا ميتو؟ كبر الجمجمة فكك من اللبش ده. يس ايه فكر من اللبش يعني روق نفسك. اشوفك في بيت العدل يا نجيبة يا بنتي. يا رب اشوفك في بيت الاشواح ان شاء الله. بنت نجيبة انت بنت انت يا بنت كنت فين لغاية دلوقتي مع الواد اللي مش كويس ده؟ انت في الديسكو داد. ديسكو؟ يس. ايه الديسكو ده؟ ديسكو مكان يسهرون فيه يركسون يسكرون يرتكبون الرذيلة. الله أكبر. هي وصلت الرذيلة. طب أنا هوريكم الرذيلة. روح يا بنتي. أنا هوريكم الرذيلة. أنا بقول لكم. يا حبيبي. يا حبيبي. أنا هوريكم.
خلاص ماشي. طب انا واقف لكم هنا بقى، وروني هتخرجوا ازاي، ومش هفك لي من اللبش، ومش هكبر الجمجمه. جوزنا وخطوبتنا. ايه رايك بقى نقضي شهر العسل فين؟ كوبا او ماليزيا؟ كوبا ولا ماليزيا؟ وممكن جمصه، بيقولوا شاليهات هناك جامده جدا، بس هو الناموس. ناموس؟ نجيبه انا خايف ان الحلم الجميل ده ما يتحققش لو ما نجحتش. ان شاء الله هتنجح، مش هسيبك. كل الاسئله ها؟ ياه شهور. الاجباري والاختياري. طبعا. ايه الصوت ده؟ في صوت. ده ينجح التنسيل ورا بعض. انا ورقتي بيضا. ثانية بس، السؤال التالت وخلصوا على طول. كتير ثانية. اي حاجة اي حاجة، احنا عايزين مقبول بالعافية. طب اكتب عندك اول سؤال. تعتبر الملكة يا حطب هي الملكة الام للأسرة الرابعة. اكتب. نجيبة انا مش فاهم ولا كلمة منك، اديني شكلي كده غصب. بصي مش خلصتي؟ طب هات الورقة بتاعتك كده. نو خدي الورقة بتاعتي واكتبي لي فيها اللي هتضيع عليه. يلا استقبلنا انا بس عشان الحلم الجميل ده يتحقق. بص عليا انت كمان، بص قدامك. استغفر الله العظيم. ايه ده؟ اكتب اسمك ورقم جلوسك ليه؟ اكتب اسمك ورقم جلوسك. اللي ناسي يكتب اسمه يكتبه. فاضل 5 دقايق وهنلم الورق. انا خلصت. غلط على فكره. الوقت خلص.
أنا مش قادر أصدق. هو اللي حصل ده حصل بجد ولا أنا بيتهيألي؟ نجيبة الفلتة تسقط؟ إزاي؟ ده أكيد كابوس يا فوقية، الأولى على الثانوية العامة تسقط وفي أول ترم؟ مش ممكن، مش ممكن. ده أنا مراجع لها الكتاب كله ليلة الامتحان، وكانت حافظاها بالحرف وبالكلمة. طب إزاي ده حصل يا ناس؟ إزاي ده حصل؟ تسكت بقى يا متولي، البنت قافلة على نفسها طول النهار، أنا خايفة تعمل في روحها حاجة. ما بتردش عليا من الصرمة، والله لبتك بالكزمة لما أشوفك. واحد الله يا اخويا بس بمهر، كلك لقمه وبكره ربنا يعديك. ومين اللي نفسي يشرب ولا ياكل بس؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. ليه كده يا بنتي؟ ليه؟ الو، جمعنا كلنا النهاردة طاقة بردليل، مبروك على المدى اللي خدت فيها بيتشيل. When we start, take what you're waiting up. Move your body, never ever rest right. When you see us, you get a send up. When you hear us, put your hands up. نور ألف كيم زائد حا، ناجح طاير من الفرحة، ناجح يرفع ايده أعزائي المستمعين، يلا كله يرقص في الشمال ويمين. عشت حياتك عملت لنفسك ايه؟ أسئلة وتقلب يا بختك يا ابني الإيه؟ We did it and that what we're looking for. Dance and dance, we're gonna shake the floor. Let's party, close all the doors. شايف كل واقف ما حدش سامع ليا، يلا كل يركز خلي ودنه على الاغنيه. يلا يلا كله فوق مع السقفه، لا 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 مش عايز ايدين واقفه. قاعدين مجمعين في الحفله مايسين، شباب بنات كلها جنبي. رجوكم الروتين خليكم صحصحين، وللمزيكا دايما سامعين. ترزيع تخبيط تنطيط على البيت. نجيبه اهلا نجيبه، مبروك يا ابو الكباتن، مش كنت تعزمنا؟ معلش نجيبه، اصل I was very busy. انت ما تردش على تليفونك ليه؟ بقالك 10 ايام مختفي. اصل ايه؟ قصدك قله الاصل. نجيبه ارجوكي، انا بتكلم معاكي بعدين واشرح لك كل حاجه، اوكي؟ تشرح لي؟ انت صدقت ان انت طلعت الاول ولا ايه؟ حضرتك جاي امتى ان شاء الله؟ اجي فين؟ تيجي عشان تتقدم لي، عشان تخطبني، مش ده كان اتفاقنا؟ ها طبعا، اوف كورس نجيبه، اوف كورس منوره. هاي نجيبه بيبي، انا زعلت قوي لما عرفت انك سقطتي السنه دي. هارد لك، نو بروبلم، يو كان دو ات. نو بروبلم، اهم حاجه بس النبيل ان هو نجح وطلع الاول. ديفينتلي بيبي، او ماي جاد، حرام. انت ما تعرفيش ان انا ونبيل اتخطبنا؟ ايه ايه يا بيلا، انت ما قلتلهاش ولا ايه؟ لا اصل انت سافل وواطي وحقير، وانا هطلع عين اهلك. او ماي جاد، سوري يا بيلا، اصل هي طلعت بيئه طحن. اوه انا بيئه، انا بقى هوريكم البيئه. يس خالد ابو سيف، المنسق العام لحركه خنقتونا. ها؟ خنقتونا يا باشا. انت بتقول ايه يا كابتن؟
لا خنقتونا مش سعادتك. لا لا ابدا خنقتونا ده اسم الحركه. اسم الحركه؟ وعايز ايه بقى يا عم الحركه؟ كنا عايزين تصريح سعادتك. تصريح بايه؟ تصريح عشان خاطر نقوم بمظاهره. لا يا راجل. ايوه. طب ما تقول كده من الصبح. ايوه. تصريح عادي يعني تمشي في الشارع. ايوه. ومظاهره. مظاهره طبعا. وتهتف. نهتف طبعا. والناس تمشي وراك. لما بقى. عشان تبقى في السليم يعني. يعني عشان خاطر يبقى كل شيء قانوني. طب يا حبيبي التصاريح اللي بتطلع من عندي من هنا من الاسم تصاريح دفنه. قوم يلا روح اقف هناك. بالنسبه للحركه اقف هناك يلا. خلاص بالنسبه قوم يلا. الله يكون في العون يا فندم. اقف هناك اتفضلوا اما نشوف اخرتها معاكم. تعالوا. وايه دول كمان؟ تمام سعادتك يا باشا. دول خناقه يا فندم. كانوا سكرانين سكر يبين يا باشا. فضلوا يطحنوا في بعض على المركب لما كسروا حتت. يا اهلا وسهلا. هاي هاي يا حلو قوي. لما انتوا طلبه جامعه ومستوى هاي ايه اللي خليكوا تعملوا في بعض كده؟ عاملين اللي فيها بلطجيه بالذمه؟ ما انتوش مكسوفين على دمكم؟ لما انتوا تعملوا في بعض كده سبتوا ايه للصيع والمتشردين بتوع الحواري؟ نو بتاع الحواري انضف مني من سياده الظابط. اخرس انت يا باربي. نو هانا مونتانا. اهلا وسهلا يا حاجه هانا. نو 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 نجيبه متولي الخولي. ما انا عايز افهم بقى انت هانا ولا متولي ولا الخولي؟ انت نجيبه متولي الخولي؟ يا yeah. الاولى على الثانويه العامه؟ يس 101%. لا انا مش مصدق نفسي. مالك انت؟ هو انت المتحدث الرسمي باسمها؟ يا باشا دي نبغه من نوابغ مصر. دي دي دي, دي كنز لا يقدر بثمن. وبعدين انت فاكره ان احنا اجيب لكم شجره واتنين ليمون بالمره؟ بتوع ايدك يالا. يا باشا احنا التقينا قبل كده في صباح الخير يا مصر. اوه اي نو. فاكره ولا مش فاكره؟ yes. ايوه طبعا. وبعدين انت كنت في الفقره الاولانيه وانا في الفقره اللي وراها عايز اسجل واقول شعر. اصل شعر الفقره الجايه بقى ان شاء الله هتسجلوا انتوا الاثنين في خلف الاسوار. اقف يلا كده. انت منين يا بت؟ من بين السرايات. بين السرايات ومقضيها واو وياس ونو واو. انت الاولى على الثانويه العامه؟ يا yeah. لا حول الله يا رب. ولما انت الاولى على الثانويه العامه ايه الاستهتار اللي انت عاملاه في نفسك ده؟ وايه اللي يلمك على عيال زي دي؟ وايه اللي يوديك اماكن مشبوهه وسهرات وخناقات؟ انت مالك؟ انا مالي؟ يا yeah. انت دي على الحبس. بالنسبه لخناقتونا بقى يا عم الخنقه. أيوة. انا احطك في اوضه الاكسجين عشان الخنقه. بس حضرتك اخلص. هاي الا هاي 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 يا حبيبتي. تاخدي صاروخ وتعملي معايا نافوخ؟ ثانكس. بقول لك سيبك منها دي سانكس ومانكس. سيبك منها خليكي معايا. ايه يا اختي؟ انا قلت له ما نطلعش المقطم. المقطم بقى لبش والحكومه هرشته ما سمعش كلامي. انا مش عارفه ايه غايتهم في المقطم يا سماح. لا يا اختي ما هي الحاجات دي تحب المرتفعات. يا سلام. ايوه وبعدين ما تقلقيش ده يا دوب فعل فاضح في الطريق العام. يعني ما فيهاش اللي تقدر. لا ده انت كبيرك 3 اشهر وتطلعي ولو وكيل النيابه حنين هيديكي شهر بس. وبعدين يا اختي هي حبكت يعني في العربيه؟ ايه هي العربيه جديده وبيزفرها؟ عاملين اللي فيها فتوات؟ ده انتوا ليلتكم قصاده. هتبعتوا في الحبس لحد الصبح وهتلبسوا كلامشات كلكم وهتتعرضوا على النيابه. مقصاكم ايه؟ ايوه يا فندم. اهلا وسهلا سعاده الباشا. معقول يا فندم سعاده الباشا الكبير بيكلمني انا في التليفون شخصيا؟ دي فرصه سعيده جدا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. تحت امر معاليك يا فندم. لا اؤمر يا باشا اؤمر. مين يا فندم؟ نبيل الصفتي. مين هنا نبيل الصفتي؟ ايوه انا. اتفضل 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 يا بلبل تعالى هنا يا حبيبي تعالى. لا يا فندم تحت امر معاليك يا باشا. لا يا باشا ده حاجه بسيطه والله يا فندم. ما نعرف ما بلغنيش يا فندم سعادتك. لا تحت امرك يا باشا. تحت امر معاليك يا فندم. تحياتي يا فندم. ايه يا بيلي مش تقول يا عم كنا حتى عملنا لك الاسعافات الاوليه يا اخي. يا سولفر غالي. افندم صلاح باشا نقي لي انضف بوكس عندك في الاسم وخد البهوات توصلهم لحد البيت وتاكد انهم طلعوا السلم. انضف بوكس يا باشا. اتفضل. اتفضل يا باشا. والله هو حضرتك نسيت نجيبه اولى الثانويه العامه. ايوه نازل معاهم نجيبه الاختبار الجديد بتاعت الثانويه العامه. اتفضل. حاضر.
عشان اخرس بقى يا عم خنقتونا. انتوا محبوسين ليه يا عفاف؟ اداب. واو، يعني احنا زملاء. انا اثار. اثار بتحب المناطق الصحراويه اكيد قفشوكي في الهرم. ايه الاسلوب البيئي اللي حضرتك بتتكلمي بيه ده؟ ايه يا مامي؟ ايه يا تيزر؟ ايه يا داجي؟ ايه يا حبيبتي يا بيئه؟ لا، لمي روحك يا عفاف وانتي وسماح، واللي يعمل لي قلق لسه ما اتخلق، واللي يتهور معايا يتهور. حد الحد يا بلدي ما بين الحق والبهتان، وريتك تعالى يا بلدي، وريتك تعالى يا بلدي ما بين الحق والبهتان. يعني انت يا نجيبه من الطبقات الكادحه؟ يس. اللي زي حالتنا يعني، اللي لولا مجانيه التعليم اللي بيهاجموها دلوقتي ما كانش طلع واحده عبقريه زيك. للاسف كل حاجه بالفلوس حتى التعليم، عشان كده ما تلاقيش رمز حقيقي. كل الرموز الحقيقيه في كل المجالات ما بقتش موجوده. صح، انت كلامك صح يا استاذ خالد. انا عايز اقول لك مثال. يعني لو واحد اتولد في قصر وواحد اتولد في عشه، مش لازم الاثنين ياخدوا فرص متكافئه؟ طبعا. ساعتها هنحقق ايه؟ هنحقق ايه؟ العداله الاجتماعيه. يس. انا عايزك تسمعي دي. دي ايه؟ مقطوعة شعرية من إلهامك انتي، مش من إلهامي أنا، من وحيك انتي مش من وحي أنا. عامل وفلاح ومقهور، تعرفني من طيني، بردان في عز الشتا يا حكومة غطيني. بس الحكومة بقى سرقت بطاطين. أنا مصري؟ أنا مصري؟ مصري؟ ولا عراقي؟ ولا 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 فلسطين؟ مين دول؟ ما رأيك؟ دول الجماهير العريضة والجموع الغفيرة اللي محدش حاسس بيها. أنت معايا يا نجيبة؟ شور! يس! عامله ايه؟ انا مش معاكم، انا مع الطبقات الكادحه، انما انتوا اللي بتشتروا التعليم بالفلوس. انا هناك مع الشعب. نجيبه، ازمه بين المحليات ومدير المدارس بسبب خطه انفلونزا الخنازير. المحجوب لا نرضى باي تجاوز وسنتصدى له. لا في ايه بس؟ بص بقى يا ستي، بقول لك في حاجه فوقيه. ايه متولي مالك يا اخوي؟ انت من يوم ما اترفدت من المصنع وانت بقيت اوت اوف فورم. ايه اوت اوف فورم دي؟ اوعى الكوفيه عشان الخنازير. يعني لياقتك الفنيه ايه؟ الملعب ما وحشكش؟ لا طبعا وحشني قوي يا حبيبتي، بس للاسف مش هقدر العب النهارده، اصل عندي شد في العضله الخلفيه. يا عضله، يا خلفيه. الإصابة دي بتطول يا كابتن، وجمهورك له حق عليك. ولا إيه؟ خدت كارت أحمر من المصنع ومن البيت كمان. وأنا لما كنت في الشغل يا فوقية قصرت في أي حاجة، وبعدين بطلع عبط وطي صوتك. البنت بتذاكر، أما هو سمع لها. سمع لنا الأول، سمع لنا الأول. الرعد في ودانك يا بعيدة، أنت مولية ما عندكيش ريحة الزنس، بقول لك شد في الخلفية. ألو ألو. أيوة يا نجيبة. أيوة يا خالد. قريت الكتب اللي انا جبتها لك؟ انا بقرا اخر كتاب اهو. فهمتيهم؟ حفظتهم صم. طب ما تنسيش تجيبهم لي معاكي. انا عمري ما بنسى حاجه. طيب يلا اشوفك بكره. سلام. وكان لليسار دائما دوره في مهاجمه المؤامرات الاستعماريه ونشر الوعي الجديد بين الجماهير ورفع رايه المقاومه. يا
ينفع كده برضه يا فوقية؟ أنا حاسس إن خنازير البلد كلها بتعضعض في جتتي. يا ولية اهدي شوية عشان البنت تعرف تركز. أنا مش عايزة البنت تركز، أنا عايزاك أنت اللي تركز يا متولي. البنت بسم الله ما شاء الله شاطرة وبتنجح، عايزك أنت كمان تنجح زيها يا متولي. طيب حاضر ماشي. طب اهدي بس. طب سيبيني. حاضر تعالي قربي كمان. استريحتي؟ إيه يا عم ده؟ بسخن. وفي لعيب بينزل الملعب من غير ما يسخن؟ ايه يا متولي انت بينك طالع لبنتك يا راجل. حافظ مش فاهم يا راجل. انت عارف اللي عملته ده تاخد عليه صفر. ليه يا اختي؟ داخل كاس العالم. انت بينك مش هتيجي بالذوق. تعالى يا وليه. تعالى. انت بينك ليلتك مش معديه فوايه. ان العمال والفلاحين هم اصحاب المصلحه الطبيعيه في الاشتراكيه، وهم مفجروا الثوره. بابا تفتح بنت حلال مصفي، جيت في وقت كفرتك. انت ازاي تعمل كده؟ ازاي تعمل كده؟ اسال امك. استر عليا. امي مالها؟ امي مالها؟ هي اللي انت ازاي تقبل بالوضع ده؟ يا بنت ده وضع طبيعي وعادي، ما فيهاش حاجه، بكره تكبر وتعرف. يا بابا ازاي يرفضوك من المصنع وما تقومش بثوره؟ ثورة. ثورة ايه اللي هقوم بيها؟ ثورة ايه؟ هو قادر يتحرك من مكانه ده؟ خلاص سلم نمر. فوقية انا بقول لك قدام بنتك اهو، موتي وسمي الكلام اللي بيعمل معنى ايه. الاهرامات. هنا عند سفح الاهرامات مات الاف العمال المصريين الكادحين، لان مصر الفرعونية كانت دولة رأسمالية يتحكم فيها الاغنياء الأغلبية الساحقة من الفقراء والمهمشين، حتى لا نلقى نفس المصير. لازم نعترض، لازم نقول لا. الحرية الحرية، مصر هتفضل غالية عليا. الحرية الحرية، مصر هتفضل غالية عليا. الحرية الحرية، مصر هتفضل غالية عليا. صعبان عليا الناس، قلبي وكلني عشان تخلف وفقر وجهل وبطاله ومرض واهرى يا نجيب. مفيش غير حل واحد، اشتراكيه. اركبي يا نجيب. يلا اركب. فين اركب؟ في العربيه دي. اه هي دي عربيتك؟ اه عربيتي. ايه رايك؟ هو انت يا ساري ولا اشتراكي ولا راس مالي؟ من الكادحين يا نجيب. انت متكادحين؟ عندك العربية دي وتبقى متكادحين؟ الله اكبر الله اكبر يا نجيبة، في ايه؟ السم في اللسان. اركبي يلا. انت بتشتغل ايه بقى؟ انا المستشار الاعلامي لحزب العمال فاقدين الامل، والمنسق العام لحركة خناتونة. خناتونة؟ اه، ورئيس لجنة حق تقرير المصير. ده غير ان انا عضو في اللجنة الفرعية لاتحاد الفلاحين. ايه ده؟ يا تران يا اولاد التيران ماشيين في الشارع ليه؟ يا حيوان يا ابن الجزمة، ايه ماشي من اوضه النوم على الحمام؟ ايه يعني ما نعديش؟ ده حمار جاري الحمار يا ابن الصرمة. دول بهايم. دول ايه؟ بهايم. بهايم. وبعدين ده حافي. ده ايه؟ حافي. يا حافي. يا حافي. حصل خير. ده غير ان انا وكيل منظمة حقوق الفقراء والجياع، ومراسل صحفي في وكالة بي ام اي، وبكتب عمود اسبوعي في اخبار الغضب. الجواز ده نظام اجتماعي فاشل، رفاهية تكنوقراطية غير مرغوب فيها. يعني ايه اتنين يكونوا بيحبوا بعض ويأيدوا نفسهم باغلال هما في غنى عنها؟ يعني عندك مثال مثلا جان بول. بول؟ سارتر. ترتر؟ سارتر وسيمون دي بوفوار. الاتنين كانوا بيحبوا بعض وعاشوا حياة سعيدة بس من غير جواز. يا سلام. ايه ده؟ يعني انت عايزنا نعيش مع بعض من غير ما نتجوز؟ يا نجيبة افهميني، احنا رافضين هذا المجتمع ولا لا؟ رافضين كل قيمه ومبادئه واعرافه ولا لا؟ يبقى ايه يهمنا بقى انه يبارك علاقتنا؟ شراب يا نجيب. انا شراب؟ شراب في بقك يا جزمه. اخرسي خالص.
احنا مش هنتكلم في الموضوع ده تاني. لغاية وقفة 6 فبراير المجيدة، وصدقيني لو ما دخلتش السجن أوعدك هنعيش حياة جميلة زي بول وسيمون. بقولك ايه، انت ضروري بكرة، بكرة ضروري جدا تعدي عليا الساعة 8 بالليل. ساكن فين؟ أنا هنا جنبك في وسط البلد، جنبك في شارع 5 شارع محمود بسيوني. عايزين نظبط الوقفة. الوقفة؟ وقفة ايه؟ بتاعت فبراير. ايه؟ حتى عايز تستنطق ولا ايه؟ لا لا لا، عايز اطرش. طب روح استفرغ هناك. لا، عايز اتقايا. ايه؟ هروح اقع واجي. ايه؟ ايه القرف ده؟ حاضر، جاي. مساء الخير. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، جايه في ميعادك مظبوط. اصل انا بقدس المواعيد. عظيم، اتفضلي. معلش ثانيه واحده. ثانيه واحده في ايه؟ اصلا مش جايه لوحدي. نعم. ام سيد رئيسة لجنة المرأة، عبد الباسط زعيم الحركة النوبية. انت مين؟ مغاوري يا رئيسة. مغاوري، أمانة الفلاحين، النص غباشي، قائد العمال، دول تحالف جوه الشعب العاملة. اي ومين دي؟ دي الحلم، المستقبل، بكرة. بكرة؟ طيب بكرة الوقفة. بس ايه، وقعكم محفوظ هو. بكرة وقفة العيد. ما هو؟ ايه بس خلاص خالص. بكرة وقفة 6 فبراير. وقفة 6 فبراير اللي هتكون اللحظة الحاسمة في تاريخ الأمة. 6 فبراير هنقول كلمتنا للعالم كله. الكلمة اللي هي ايه؟ خنقتونا! خنقتونا! بتكلمني كده ليه؟ شوفي يا اختي، تصبح وتقبح، يعني مش فاكره عملت لها ايه المره اللي فاتت يا نجيبه؟ يا عفاف انا متعاطفه معاكوا جدا، انتوا ضحيه مجتمع فاشي. مجتمع ايه يا اختي؟ فاشي. يعني ايه فاشي دي؟ انا عارفه، انما اللي انا عارفاه دلوقتي ان انتوا لازم تنظموا مسيره صامته تعبروا فيها عن رفضكم لتجاهل الدوله ليكم. الله، حلوة قوي المسيرة الصامتة دي، ما فيهاش كلام، يعني كلها احاسيس ومشاعر، يعني تقفيش. تيجي يا بنت نجيبة متولي خولي. نعم. انجري قدامي. مش انت يا بنت نجيبة متولي بتاعت الثانوية العامة بتاعت بين السرايات؟ نجيبة متولي الخولي اولى اثار والاولى على الثانوية العامة و101%. طيب يا نجيبة، ما انت كويسة اهو، واحنا ما ورناش غيرك يا نجيبة ولا ايه؟ المرة اللي فاتت كنت جاية لي مقضيها ياس ونو وأو وواو، مالك انت بالناس دي؟ ما تخليكي في مذاكرتك. خنقتونا
وانت مالك يا بنت باللي اخنقوك ولا ما اخنقوكيش؟ انت هتعملي لي فيها شرعيه؟ انا مش شرعيه، انا يسار معتدل. الله يخرب بيتك بنت، انت انا مش ناقصك، ما تطلعيش العفاريت على اللي في دماغي عليكي. المره اللي فاتت يا عين ماما روحناكي بالبوكس المكيف لحد البيت، المره دي هتروحي بعربيه الترحيلات يا نجيبه، يعني هتروحي السجن ومش هتعرفي تطلعي امتى. انا مقتنع باللي انا عملته، ما يهمنيش ادخل السجن. افتح عربيتك، هات الواد اللي عندك ده فرغلي وتعالى. اه باشا. تعالى روح ماما، عمل لي فيها زعيم سياسي وبتجند الشباب في المظاهرات. مظاهرات ايه يا باشا؟ انا ما اعرفش اي حاجه من اللي حضرتك بتقولها دي. وبعدين انا كنت في السينما، وخارج من السينما لقيت رجالتك الافاضل قبضوا عليا وجابوني لحضرتك. ممكن اعرف في ايه بالظبط؟ يعني انت كنت في السينما وما تعرفش الناس دي؟ ولا عمري شفتهم. ايه ده؟ يعني انت بتعرفنيش يا خالد؟ لا لا لا، مش واخد بالي، مش واخد بالي خالص. وبعدين يا فندم ارجوك وضح لي ايه اللي بيحصل بالظبط، انا مش فاهم حاجه خالص. اهدى كده، اهدى شويه واحكي لي بقى الفيلم يا حبيبي. استغفر الله العظيم. تعرف حضرتك انا فيها شيء لله. لان انا كنت هاجم النفس لحضرتك. ليه؟ لان مؤلف الفيلم اللي انا اتفرجت عليه كان بيحاول في الفيلم يشوه صوره رجال الداخليه، وده شيء مرفوض تماما. ليه؟ لان رجال الداخليه هم حراس الوطن، رجال الداخلية هم العين الساهرة على الأمة. أمة يا روح أمك. سامعة يا أبلة صباح؟ وساكتين كل ده ليه؟ قلنا يمكن الولاد مش عارفين بيقولوا إيه، لغاية ما حسن ابني دخل عليا امبارح وقال لي أنت برجوازي متعفن. حسن قال لك أنت برجوازي متعفن؟ أيوه. يا نهار أسود. وريم قالت لي خنقتونا. خنقتونا كمان؟ مش دي الحركة اللي يا نهار اسود يا نهار اسود. يا فتح بيه، الاولاد بيسيبوا المدرسة ويطلعوا في المظاهرات. مظاهرات؟ مظاهرات يا عبلة صباح، على اخر الزمن، تنظيم شيوعي في ستة ابتدائي. والله يا فندم الكلام ده فيه مبالغة، احنا عملنا امتحان تجربة لفصل نجيبة والنتيجة طلعت مبهرة. المسألة مش مسألة تعليم يا عبلة صباح، مش عشان ارتقي بالمستوى التعليمي للأولاد اتدنى في المستوى الأخلاقي والسياسي. احنا بنربي أولادنا ليه؟ عشان في الآخر يبقوا حزب وطني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه يا نجيبة، مش شايفاك يعني بقالك فترة في الكلية. معلش كان عندي شوية مشاكل. ولا يهمك، مش هتحل بمشيئة الله؟ الحمد لله. ليك عليا يا ستي ان انقل لك كل المحاضرات واجيبها لك لحد عندك. شكرا قوي. نجيبة، انا شفت نبيل وهو بياخد ورقة الإجابة بتاعتك وبيكتب عليها اسم. ولا يهمك، ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيظهر الحق وهينصفك يا نجيبة. طب خلاص بقى يا نجيبة، مش هنقوم نصلي؟ اه نصلي فين؟ في المسجد، مسجد الكلية. صبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الحمد لله. جامدين؟ ربنا يفتح عليكم ويوفقكم ويكتر من امثالكم. النهارده يا اخواني احنا موضوعنا شباب والجامعة. سبحان الله. المرحلة دي ربنا سبحانه وتعالى بيدي طاقة جبارة للإنسان عشان يكون شخصيته ويرسم مستقبله. كلنا طبعا عاوزين مش دي سيسي فتح الرقصة. ونذاكر ونصم ونحفظ ليل نهار عشان هدف ده. يا ما تغلط لي كده. من الأوائل في طاعة وحب الله سبحانه وتعالى. كلنا بنموت نفسنا في المذاكرة عشان لما الأستاذ يسألنا نقف قدامه ونجاوب ويقول لنا هايل وبرافو، مش كده؟
هنقول ايه يا اخوانا؟ هنقول ايه لما نقف بين ايدين ربنا ويسالنا المولى عز وجل؟ هنقول له ايه؟ هنقول له كنا ملهيين عن ذكرك؟ هنقول له كنا قاعدين بنتشات على الفيسبوك؟ استغفروا الله يا شباب وادعوا معايا يا اخوات. اللهم اني اسالك نفسا مطمئنه تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم اجعلني في عيني صغيره وفي اعين الناس كبيره. اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندي. امين امين امين. وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد. شوفي يا اختي نجيبه، انا كده عرفت بالظبط ايه مشكلتك. المشكله انك بعيده عن ربنا. يا اختي نجيبه سبحان الله، اذا كنت قضيتي حياتك كلها تحفظي في مواد ادبيه وعلميه هتفيدك في دنيتك وده شيء كويس. مش واجب برضو انك تتفقهي في دينك تعرفي حدود الله سبحانه وتعالى؟ انا فعلا مقصره يا استاذ عامر. احساس الانسان انه مقصر ده اول طريق الهدايه. اتفضلي اشربي الانسان. الكتب دي ومعاها السي دي انا عاوزك تقريهم كويس، واذا استعصى عليكي فهم اي حاجه منهم اساليني. خدي الموقع بتاعي عامرحسان.net واعملي لي اد على الفيسبوك. شكرا يا استاذ عامر. العفو، اي خدمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخت نصرة. مع السلامه يا استاذ عامر. نعم. خد بالك ان المنتج عاوز ياجل الدفعه. ياجل ايه؟ ياجل الدفعه. ياجلها ليه؟ هو مش واخد فلوس على قلبه قد كده من الاعلانات؟ مع السلامه في رعايه الله. قول له مفيش حلقه بكره. قول له كمان الشيخ عامر بيقول لك اعطي الاجيره حقه قبل ان يجف عرقه. يلا يلا. النار، من يكذب فهو في النار، من يسرق فهو في النار. درسنا النهارده عن الاهرامات، تلك الابراج المشيده التي بناها الكفار. اولياء الامور خلاص بقى مالهمش كلمه على عيالهم، عايزين يصعدوا المساله لمجلس الشعب. المسجد ده؟ المسجد لا يا فندم، ده الفصل. الفصل ده الفصل. صباح الخير يا ولاد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبار الولاد ايه يا اخت نجيبه؟ الحمد والشكر لله وسبحان الله وتعالى يا استاذ فتحي. الاولاد بسم الله ما شاء الله، بالرغم من صغر سنهم الا ان مستواهم يؤهلهم للحصول على الثانويه العامه، وحضرتك تقدر تسالهم. لا تؤاخذيني يا اختي نجيبه، لم اتي الى هنا لاسالهم في المنهج، بس الحقيقه اهاليهم بيشتكوا منهم انهم بيردوا عليهم بشكل غير لائق. فين حسن محمود العربي؟ انت قوم وقف. نعم يا استاذ. ازاي يا ابني تكلم ابوك وتقول له انت برجوازي متعفن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا اعترف اني كنت مخطئا ورحت لبابا واعتذرت له عما بدر مني وعفى الله عما سلف. ربنا يفتح عليك يا ابني، ربنا يفتح عليك. شفت يا فندم، شفت انك انت كنت متجني على الاخت نجيبه. شكرا يا اخت نجيبه، وباذن الله وان شاء الله هنصرف لك مكافاه. الاجر والثواب عند الله يا استاذ. اتفضل يا فندم. قولوا ورايا. قولوا ورايا. اهلا يا نجيبه. تعالي يا دنيا، عندلك الباميه اللي انت بتحبيها، حماتك بتحبك. قصدها حماتك هتحبك موت ان شاء الله. يلا فلت يا حبيبتي، يلا بسم الله. ياه، صايمه النهارده كمان؟ ليه ان شاء الله؟ له اتنين ولا خميس ولا الستة البيض ولا نص رجب ولا طلعت شعبان. يا دنيا ده انت اتمقتي. بكفر عن ذنوبي. ايه الكلام الكبير ده يا بنت؟ انت بنت، ذنوبي ايه اللي مكفره عنها؟ الذنوب اللي انا غرقانه فيها، الحرام اللي محاوطني من كل حته. حرام يا حرمه عليك عيشتك يا بعيده. التلفزيون ده حرام. ايه يا بنت انت بنت؟ التلفزيون ايه الحرام ده بيسلينا؟ الاباجوره دي حرام. مصر الاباجوره يا الهاتف ده حرام. احنا بنتكلم ايه؟ اوعى صوتك. دي حرام. كسر الصوت يا بنت المجنونه. الثلاجه دي حرام. دي بتسقع. ده حرام. يا هبل يا بنت، يا بنت. واللبس ده حرام. ماله اللبس؟ ماله لبسنا؟ لا بقى. الا اللبس. ليه يا اختي؟ ماله لبسنا؟
عمرك شفتيني لابس راجع على ستريتش ولا بنطلون سايكل على الوسط؟ ما طول عمرنا بنلبس عادي. ضمك امك ما بتعتمش بره البيت الا والطرحه فوق دماغها. ماله لبس ان شاء الله؟ كفايه بقى، انا خايفه عليكم. خايفه علينا من اي بنت انت يا بنت؟ الله، دي محسساني زي ما اكون بوليس الاداب واقف على الباب. خش البس حاجه، ما تتلهي الدور وخلاص تصعبطي. اسمع انت وهي، ابوك وامك يتلهوا انت وهي؟ انا مش هسيبكم الا لما ربنا يهديكم. ربنا يهديك انت، ربنا يهديك انت، ربنا يهديك انت، ربنا عالم محلي يهديك انت، ربنا يهديك انت، ربنا يهديك يا نجيبه. بس لا لا ما تدعيش، ربنا يهديك يا نجيبه يا بنت بتولي. مش كده يا بنت؟ ربنا يهديك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي على بنتك يا بتولي. انت البنت اللي جرالها اتلبست. انت ايه؟ اتلبست. لبست؟ ما انت اللي ضيعتيها. انا اللي ضيعتها. انت اللي بوظتيها. اشوفك يوم يا ضوئية. انا مالي يا زكي. ربنا يهديك انت. ربنا يهديك انت. ربنا يقوي ايمانك يا نجيبه. اللي انت عملتيه ده ثوابك عليه عظيم. اهم حاجه بقى تثبتي على موقفك كده وتخليكي جدعه. انت نموذج الفتاه المسلمه الصحيحه. قريتي الكتب اللي اديتها لك؟ حفظتهم صم. جايبهم لي ليه؟ اديهم لحد تاني ينتفع بيهم، تكسبي ثوابه هو كمان. مالك يا نجيبه؟ انا حاسه اني بغضب ربنا يا استاذ عامر. المواد اللي بيدرسوها لنا في الكليه حاسه انها هتحاسب عليها في يوم القيامه. أنا هسيب الكلية. لا يا نجيبة، اوعي تعملي تصرف فردي. لازم تتشاوري مع زملائك عشان لو خدتوا قرار زي ده تاخدوه كلكم وفقتوا واحد. إن يد الله مع الجماعة. طيب فكرتي بعد ما تسيب الكلية هتعملي إيه؟ مش عارفة. تتزوجي وتنجبي أولاد صالحين، تربيهم تربية إسلامية صحيحة. ساعتها هيكون لك عظيم الثواب. أنا عملت قناة فضائية دينية شبابية وعايزك معايا. أنا تحت أمرك يا أستاذ عامر، بس أعمل إيه؟ هتشتغلي معانا داعية هتكسبي ثواب الدنيا والآخرة. داعية؟ بعدين أنت عندك حضور وكاريزما وليكي حافظة بسم الله ما شاء الله عظيمة. مش بتدرسي الأطفال؟ أيوه. طيب إحنا هنحتاجهم في بعض المواد الدعائية والإعلانية. دول يفرحوا قوي. أنا فرحتي النهاردة ما تتقدرش بوجودي معاكم يا أولاد. أنتم يا أولاد أحباب الله، يعني ربنا بيحبكم. اسمك ايه؟ عبد الله. وفي سنه كام يا عبد الله؟ في سنه 6. ما شاء الله هايل. وانت يا حبيبتي اسمك ايه؟ اسمي ييم. ييم. ريم. ما شاء الله، ربنا يفتح عليك يا ريم. شوف يا ولاد، في بعض الاطفال اللي هم مش قاعدين معانا دلوقتي ما بيرضوش يشربوا اللبن الحليب، ودول طبعا ربنا هيزعل منهم عشان دي نعمه ربنا. مظبوط؟ مظبوط. الله يفتح عليكم. عشان كده كلنا عايزين نشرب اللبن الحليب عشان نكبر ونبقى اجداد كده وجامدين، صح؟ صح. حليب الخير، حليب الخير ده انا عايز كل واحد منكم يشرب منه كوبايه الصبح زي ما احنا هنعمل دلوقتي. يلا يا حبايبي. ستوب يا جماعه، نشرب مع بعض، نرفع مع بعض. حليب الخير، حليب الخير، حليب الخير. ستوب. ايه دخل هضبه العيد؟ قلنا نرفع الكوبايه ونشرب مع بعض. وبعدين بقى؟ وبعدين انتوا تفهموش؟ قلنا حليب الخير، كل واحد هيتنيل يرفع ايده. سهله. الله. يلا يا استاذ، يلا يا استاذ، عندي هوا كمان ساعتين يا رب نخلص. يا استاذ اسفين، نركز يا اولاد، نعمله اخر مره. عظيم. اتفضل. اند اكشن. حليب الخير. اهلا بيكم ولقائنا اليوم من برنامج كره العيون ومفرح القلب المحزون. مين معانا ان شاء الله؟ منال. منار. الله، اسم جميل قوي. انار الله طريقك باذن الله. معاك الاخت نجيب. الو. الو. اي يا منار، انا معاكي سامعاكي يا حبيبتي. ايه مشكلتك؟ بس وطي بس التلفزيون شويه. حاضر كده كويس. ايوه، ايه المشكله؟ انا يعني يا اخت نجيبه بحلم بحاجات بتزعلني قوي من نفسي. يعني الاخ تامر حسني ده بيجي لي كتير قوي في الحلم. يعني استغفر الله العظيم، حتى في الاحلام مش عاتق. انصحك يا اخت منار ان توجهي قلبك وعقلك لما يرضي الله، وبدل ما تفكري في الاخ تامر فكري في مستشفى 57357 والله اعلم. ولا يا حاجه هدى؟ الله يفتح عليك يا نجيب. الله يخليك. اه معانا اتصال تاني. انا شهيره. ايه يا شهيره؟ ايوه. اه ايه يا حبيبتي سامعاكي. وطي التلفزيون شويه. اه اوكي. اصلي قابلته. ايه قابلتي مين؟ قابلت عماد. عماد مين؟ عماد متعب. عماد متعب. اه قابلتيه فين؟ قابلته في النادي ورا الملعب. اه وايه بقى المشكله؟ مش قادره احكي لكم اللي حصل. لا دي بقى نستنى عليها بعد الفاصل. معانا بعد الفاصل، خليكي يا حبيبتي، خليكي معايا.
على التليفون. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله يفتح عليك يا نجيبة. حاجة تفرح، الإعلانات منال على البرنامج زي المطر، دليل على حب الناس ليكي، نعمة وفضل من الله. البركة فيك يا أستاذ عامر. البركة فيك أنت يا وش السعد. شيدي يا ابن شيدي، اللهم ادمها صحة واحفظها من الزوال، اللهم ادمها نعمة واحفظها من الزوال يا رب. اديك ورقة يا ابني. مظبوط يا فندم. حطيت جوز الطيب؟ حطينا يا فندم. الله يفتح عليك يا ابني. كمان واحد مخاص يا ابني الله يخليك. أمورنا حضرتك. أنت بتاكليش ليه؟ الحمد لله يا أستاذ عامر. شوفي بقى يا نجيب، أنا جايبك النهاردة عشان أعرض عليك أمر. إذا حاز القبول عندك أنا هصلي ركعتين شكر لله تعالى. أمر إيه يا أستاذ عامر؟ بقى أنا استخرت ربنا متقدم لك للجواز على سنة الله ورسوله. قلت إيه؟ بس إيه؟ بس أنت متجوز اتنين يا أستاذ عامر. وماله؟ شرع الله يبيح لي الزواج مثنى وثلاث ورباع، وانا ما استخدمتش من الرخصه دي غير مثنى فقط. خليها بعد الامتحانات يا استاذ عامر. ليه؟ خير البر عاجله. معلش يعني بعد الامتحان هكون اطمنت اكتر. يعني اعتبر دي موافقه مبدئيه. ربنا يعمل اللي في الخير. بنى المصري القديم الاهرامات لاعتقاده في فكرة البعث إلى حياة جديدة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. والعودة إلى الحياة مرة أخرى. استغفر الله العظيم. أما فكرة بناء المعابد القديمة فقد كانت لعبادة الشمس. استغفر الله. كذلك كانت فكرة المشلات التي هي أصابع ذهب تشير إلى الآلهة ومنها. استغفر الله العظيم وكل ذنب عظيم. أنت بتقولي إيه يا نشا؟ معلش يا دكتور أنا عايزة أسيب المحاضرة. ليه؟ مش هقدر أسمع كلام الكفر والإلحاد ده. ولما أنت بتسمعي مني كلام كفر وإلحاد دخلت ليه من الأول كلية الآثار؟ دخلت الجامعة ليه من أساسه؟ اتفضلي وما تحضري ليش تاني. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. أنت بتقولي إيه يا بنت؟ هو يقول كلمة الحق يتطرد؟ إيه؟ طب إحنا بقى مش هنسكت وكمان هنعمل اعتصام هنا. وأنتوا الاتنين كمان مش عايزكم تاني. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. دمروا رموز الفساد. هدول الحرم فين الأب؟ يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ايه النور ده؟ التوحيد والنور عندنا. نجيبه انت بتجيلي في الاحلام يا نجيبه؟ انت مفيش في حياتك غير الاسم ده اللي شغال عليه ولا ايه يا نجيبه؟ استغفر الله العظيم. عارفه لو عملت فيها رابعه العدويه ذات نفسها هحبسك يا نجيبه. يا فرغالي خد البنت دي على الحبس. افسحوا الطريق يا اخوات، افسحوا الطريق يا اخوات لو سمحتوا. تفضلي يا اختاه. تفضلي يا اختي نجيبه. نجيبه ازيك يا ابله نجيبه؟ جابوكي تاني ليه يا ابله نجيبه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. لو سمحتي يا اخت تخليكي في حالك ولسانك ما يخاطبش لساني. ان شاء الله على لسانك ما خاطب لساني. مالك؟ وبعدين يا حبيبتي انا مش اخت، انا اخ. يا اختي الاسود اللي لابسه لنا ده يمكن بتشتي مع الشرطه. ليه بس يا ميس كسف الطبيعه دي؟ عشان انت واللي زيك بكره هتتقلوا في نار جهنم. بكره هنتقلي؟ ويا ترى هنتقلي في الزيت ولا في السمنه؟ يا اختي اللي مش عاجبه شغلتي يحوش لي اجرتي. يا مالها قلبت علينا كده ليه؟ شوف انت وهي وعزه جلاله الله
لو ما قمتوا بعيد عني لاكون مسحه بيكوا بلاط الزنزانه. شفتي عايزه تمسح بينا بلاط الزنزانه؟ معنى كده ان الست دي نضيفه قوي. نجيبه متولي الخولي، هي فين؟ ما بتردش ليه؟ الشبكه واقعه؟ لا حضره الصول، اصل صوتي المراه عوره. انت اللي عوره. سكنتك امك. ايه سكنتك امك؟ ما تسكلني امي براحتها، هي مش امي. استاذ عامر، ايه تعليق حضرتك على حصل النهارده في كليه الاثار؟ طبعا مسؤولين كلموني وكانوا فاكرين لا علاقه بالموضوع ده. لا مش حقيقي طبعا، انا مش مع اللي الاولاد عملوه في الجامعه ده نهائي. يعني التماثيل اللي كسروها ديت مجرد نماذج تعليميه، مش معقول يعني هنبص لها زي ما كنا بنبص للتماثيل ايام الجاهليه، مش اصنام يعني. لا طبعا دي صوره مرفوضه وهتظهرنا قدام الغرب يعني اللي احنا غير متحضرين، وده مش حقيقي. إسلامنا دين سماحة وتعايش مع كل طوائف وفئات المجتمع. بالنسبة بقى لنجيبة متولي الخولي، أنا فصلتها من القناة ولغيت البرنامج بتاعها، إن سياسة القناة بتاعتنا هي سياسة الحوار وليست سياسة العنف، والله أعلم. بنشكر حضرتك جدا يا أستاذ عامر. أنا اللي بشكرك. على فكرة أنت عندك حضور وكاريزما وليكي حافظة بسم الله ما شاء الله عظيمة. ميرسي جدا. يا سعيد، انا مش عايز البنت دي ما تخش المحطه. اتفضلي اطلعي بره بره بره. تستغربيش يا بنت، ده انا ابوك يا نجيب، ابوك وحاسس بيك. ده انت حتة مني يا ضنايا، ما تعيطيش، انت ما غلطتيش، انا اللي غلطت في حقك. الذنب ذنبي انا، كان كل همي انك تفضلي الاولى، خليتك حافظة مش فاهمة، ونسيت اوعيك ان الدنيا زي ما فيها كويس فيها الوحش. عشان تقدري تميزي بين الصح والغلط لازم تفهمي وتشغلي مخك ويبقى ليكي رأيك وشخصيتك وتقدري تعتمدي على نفسك. أنا عارف إنك في محنة، بس أنا المرة دي حسيبك تتصرفي، وكتاب الله ما هقولك على أي حاجة تعمليها. وأنا واثق يا نجيبة، واثق إن أنت هتختاري صح وتعوضي كل اللي فاتك. يا بركة، مش صغيرة عليك دي يا جدي؟ دي بنتي يا حمار، دي جت فيا أنا. قرار مجلس جامعة القاهرة رقم 314 بتاريخ 26/2/2010 بموافقة مجلس التأديب بخصوص واقعة الاعتداء على متحف الكلية، تقرر فصل كل من الطالبة نجيبة متولي الخولي، الطالبة ألفة زكريا الشيوي، الطالبة نصرة محي الدين غالب، الطالب أحمد عمران السيد، الطالبة شيماء حسين كامل، وذلك لمدة عامان ينفذ من تاريخه. Thank you.
هنعمل ايه يا ابله؟ هنرجع اللي حفظناه تاني؟ قبل انا حفظ الكتاب صم. لا مش عايزاكوا تصوموا ولا تحفظوا ولا تبقوا زي البغبغانات تدشتوا كلام مش فاهمينه. قبله احنا هنعمل ايه قبله نجيب؟ نشوف نحس نفهم انسوا كل اللي فات وهنبتدي من الاول. تعالوا معايا. على فين يا قبله؟ هنطلع رحله مع بعض. والامتحان؟ امتحان مين؟ يلا بينا. بالليل وابني ما جاش. ابني اتخطف. وانا يا حضرة الزهر بنتي ما اعرفش فين لحد دلوقتي. من فضلكم نلتزم الهدوء. نهدى ازاي بس يا حضرة الظابط؟ نهدى ازاي الهدوء ازاي بس؟ انا عايزه بس ايه خير يا حضرة الظابط؟ يا فندم في فصل كامل الاولاد اللي فيه ما روحوش بيوتهم لحد دلوقتي واولياء الامور جايين يبلغوا. ما روحوش ازاي؟ ده عندهم امتحان بكره. احنا بنحملكم المسؤوليه لو العيال دول ما جوش دلوقتي حالك. يا فندم مسؤوليه المدرسه بتنتهي مع اليوم الدراسي. مش معقول ابدا يعني هنمشي ورا كل تلميذ نشوفه روح بيته ولا لا. لا يا ابله صباح دي مسؤوليتك. يا هاني مهدي من فضلك سيبونا نشوف شغلنا. اسمعك بوضوح ابدا الاشاره. لقيتهم؟ لقيتهم فين؟ على طريق مصر اسكندريه راكبين اتوبيس وبيغنوا. شخبط شخابيط اهم بيشخبطوا على الاتوبيسات وكويسين. طب يلا بسرعه على الاسم عشان اولياء الامور يستلموهم من هنا. كنتوا فين يا اولاد؟ كنا مع ابله نجيبه. نجيبه مين؟ انا 101%. يا نهارك اسود انت تاني يا نجيبه. انت ايه يا بت طالعه بكام منظر بالظبط؟ لو بس كان يوم اسود يوم ما تعينتي كده برضو يا نجيبه يخلصك ان انا اتجرجر عن اسم تنصاص الايادي مع المجرمين. ده انت ليلتك صاده يا فتح بيه. انا هرفع قضيه على الوزاره ازاي تعينوا بنت مستهتره زي دي مدرسه للاولاد. دي مقابلة تقابلوني بيها؟ من بكرة هتتحول لتحقيق وهيتخذ ضدها كل الإجراءات القانونية. يا فندم دي لو خرجت من الاسم أصلاً دي متهمة بخطف 40 طفل وطفلة ليلة امتحاناتهم. أنا ولا خايفة منك ولا منه ولا منكم كلكم عشان انتوا اللي وديتونا في داهية. يلا اتحركوا انضربوا بدالي. المرة دي انا اللي جايه برجليا. شفتي اللي جرب قعده البرش يرجع له
استاذه اتفضلوا خدوا ولادكم وروحوا. وانت يا استاذه نجيبه مضطرين نخليكي معانا هنا في القسم لحد ما نعمل لك محضر يليق بمغامراتك العجيبه يا نجيبه. ماشي يا باشا. ماشي يا باشا وكمان مش همك. انا ما بقاش يهمني ولا حاجه، انا ما يهمنيش الا دول، لان دول اللي خلوني الاقي نفسي، ومش هبقى ملطشه لاي حد بعد كده. جاهزين يا اولاد للامتحان بتاع بكره؟ جاهزين يا ابلة. وانا بقى جاهزه لكل الاواض اللي انتوا عايزين ترفعوها عليا. ماشي. دي مجنونه. مبروك يا جادة. مبروك الطالب حسن محمود العربي. مبروك يا حسن. مبروك يا حسن. الطالبة ريم محمد عبد التواب. برافو يا ريم. مبروك. ولا يمكن أن ننسى في احتفالنا هذا أن نشيد بالإنسانة التي بذلت مجهودا جبارا لكي تصل بأولادنا إلى هذا المستوى الرفيع. عشان كده تستحق أن تكون وعن جدارة المعلمة المثالية لهذا العام، الأستاذة نجيبة متولي الخولي. متشكرين قوي يا نجيبة. بيضت وشي قدام الوزارة كلها. مالي الوزير اتكلم مع رئيس الجامعة عشان ترجعي ووافق، يعني من النهاردة تقدري ترجعي كليتك. أرجع كلية؟ يس. قصدي أنا متشكرة جدا جدا جدا. أحمدك وأشكرك يا رب، أحمدك وأشكرك يا رب. نجيبة نجيبة الكاس. لسه في اعدادي وثانوي، ده انتوا لسه قدامكم الطريق طويل. يس يا صباح الخير. احب اعرفكم بنفسي، انا الدكتور عبد الرحمن عزيز اللي هدرس لكم التاريخ السياسي والحضاري لمصر الفرعونية. في الفصل الأول من الكتاب هنتكلم عن مصر، البيئة والحضارة. تنقسم مصر جغرافياً إلى ما يعرف باسم مصر العليا اللي هو صعيد مصر، ومصر السفلى اللي هي دلتا مصر. حلاوة مصر، مساحة مصر حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع. وهجري في سكة صح، وانا ودماغي هقتل
لو نفضنا لها نطلع اوائل. قولوا ان شاء الله ان شاء الله قولوا ان شاء الله